بين له مع الجميع. شكون اللي قالك تعال؟ شي اللي قلت راه اللعبة تيبي. انا اللي غادي نربح. ديما انا اللي تنربح. تشيك ميت. ودابا غادي ندير داكشي اللي كنت ناوي ندير. وانا واحد من الناس اللي خدامين المال. دابا انت ما كرهتيش تشدو السيري هادشي كامل. كانت عندك هاد الفكره غتغاض وغاض بزاف لحقاش تشوف داكشي يا صاحبي. ما عمرك حاولتي تعرف علاش انا علاش تنديرو هادشي كامل. انا مشي عاجينا وما لقينا ما يدير بدينا تنقتلو بنادم اخر. وانا عرفت هادو اللي قاتلين حتى انا تعرف ما غادي يديرو ومتاكد ما غاديش يشحن فيهم. وتعرف بلي الموت شي حاجه قليله فيهم. انا واقف دابا باش ناكد الهضره ديال عبد الباسط. تكلم معايا تيقش. انا هو المحقق اللي تكلف بهذه القضيه من الاول ودرت شحال من حاجه باش نعطل التحقيق هذا، ولكن ماشي عاكوك. بغيت نقول هذوك اللي تيحاربونا نعرفهم علاش تديروا هادشي كامل. دوك اللي تديروا هادشي باش تهرطيو على داكشي الخايب اللي تديروا. تعرف غادي يجي واحد النهار غادي نوقفوكم على حدكم. انا ماشي ما خايفينش. انا عارف بلي الفكره ما عمرهاش تموت. واخا تحاربوا كاين واحد الفئه كبيره من الناس اللي تشتغل هذا غادي يشوف فوران كون مساكت ما غاديش يقدروا لك. قالوا البوليس هذوك اللي كنتو تقلبوا عليهم راه يتابعوا رشهم غادي جيت المقاطعه الرابعه وانا تابعهم وغنقول لكم غادي داكشي اللي غادي يكون عايد سير
في رامش الفولية يمكن دخل واحد لغويبة غادي تلحقوا عليا دابا نيش يلا دابا تكون معي دبرت لك على بطاقة جديدة.
تقدر تستخدمه بشكل قانوني، راه واحد ما غادي يشك، راه فيها اسميه جديده كلشي، عنوان جديد. دابا خاصك تفكر شنو هي اول حاجه غنديرو فاش نوصل. اول حاجه كاين الدوسي ديال واحد الواحد، دير شحال من حاجه خايبه. المهم هادشي دابا بلا ما نهضرو حتى نوصلو غنقول لك التفاصيل مزيان شنو خاصك ندير. سيفين فاضل سكوتنا على راسنا، دخلنا المرجان باش نسيب هاد السطانجا باش ندور الكاميرات، نتسنى البوليس سيفين باش نلقاو كل مرة نبدلو مدينة، وتفكر راسك ماشي مشكل، المدينة لا اضطرينا نبدلوها حتى 100 مرة، المهم هو داكشي اللي كنا باغيين وحنا وصلنا له، هذاك الطرح اللي كنت باغي نلعب أنا وياك، قريب، شي سيمانة نعيط، الطرح هذا خاصني سيفين وياك خلاص، المهم، باش ما نعيقوش. من الأحسن كل واحد يبقى بوحده. شنو اللي باغي نسوي؟ أنا ملان كون موجود راه غادي نعيط. صافي، المهم أنا كله يدبر عليك كي يكون فير وقت الطرف ديالك، حيد الله يعاونك أنا شحال. بدا صافي انا مكلف لدرجه دوزانيه
خدام معاك وعارف مزيان شحال صغير. اش عارف؟ راني عارف كطرح دابا غير بغيت عمايا باش تربح فلوس خشب ما خصيتي دوك ليا دابا انت باغي تتعشى بيا ما صدقتش بغا ديك سمو الحفره اللي حافل ليا تتيسطر شي طايف وكنتي زارع في السرير تقدر انا تمشي بيتي وما غاديش نحنفك انا اصلا خدام معاك وتايف سمعت في وقتي وفي خدمتي ولخا تقدرني ندير معايا حالك اصلا مش جوني تخدم ديالك بلو قاوعين فرصة خاصة تضغط على راسك انتي سير عاد الكاتب والخدمة ديالك خدي سير يجي لك يجي لك علاش شباب مازال خاصك تعمل نسيتي الفرديين باقي ما تنسوش دابا كنت مازال غادي نبدا كنت غتكون فرصة حسن باش تبقى تشوف في الكاميرا صاحبي عاود تاع محسن والله يمكن وصافي نعاود عاوتاني من الاول انزل نعاودو نزيدو تبارك صاحبي وترى عيني مش حد في الساعة المشهد اللي باقي باش نديرو نهاية مسدودة والله يعاون صافي صاحبي خصي صافي ما كاين لا عاود لا والو شحال هي الزمرة تما الشموع ولا الشعوذة هذا دخل اخويا ما خصني ندخل البركة هنا قلت هذا ما يبقاش غير ناس راه ناس راسك راه فيلم هذا تفضل نزوق نتفليكس بزاف اصاحبي الافكار ديالهم كيسالي وجا زيد المشهد زيد المشهد انا ماشي مساجد وهذاك المشهد اللي اصلا غادي يجي وراه ما غاديش يجي نسالي فيه شو واحد صاحبي كيصور بصندالش واه صاشا قاميجا من فوق قاشنا بقاميجا بصندالش قاشي شو نوض طاح وجهه الصح صافي طول شويه دقيقه انا رسيح دابا انت ملي عرفتيني يخاطر فيه والله الخوشي اللي ترف الصح برا باش ايوا حنا علاش نمثلوا راه بصح هذا الشيء اللي شي صحاب اسمو حاج كل شيء غلط نيفك هانيه هذا هو الافلام قاسي قال لك ولد المرقي يا ولد المرقي وسين مول الافلام تنفرق علينا الافلام القاسيه
سي واحد البرنامج عندنا يقول في الاذاعه ديالنا ديال انت انت سيمي سي واخا تصور معنا واحد البرنامج ندوزو سي الهضره مازال ما بغاوش يختانا ما بغاوش يخدموا العداله خاصهم يقتنعوا بالفكره ديالنا الحقاش الى بقاو غاديين على هادشي اللي غادي يبقاو غادي نداوي والله الا احسن حاجه غادي دير شوف الفكره اللي دابا خديتي دابا القرار اللي خديتي غادي يزيدوك لقدام ولكن انت كل حل نهار شوف شنو الاخر الصراحه شوف شنو الاخر دابا المشكله ولكن انت لا شنو غادي تحس في المفاصل واش تكون تيستحقش الحياه انا هو دندن عندي راس انسان ديالو صافي لا نزل الفردي فكر مزيان علاش علاش هذا شنو زيد احسن فكر مزيان با صافي دي صافي اذا سنشكروك لحقاش لبيتي الدعوه تستناونا في نفس الوقيته في نفس الاذاعه وسنضربوا لكم شنو هي نستناكم الله وهي في هذه المده اللي عشنا لك تعلمنا شي حاجه واحده راه هي ان الروح ديال البشر والحياه ديالو شي حل حاجه راه هي ان الروح ديال البشر والحياه ديالو شي حاجه شوية سيسير خاكم مالي ولا نقاو هنا يا خاصك ما تضحكش في هذيك العين هذه خاصك تدوز لا صافي غادي مزيان مزيان تحمسر